姐，要求要随便随便。أنا أضرب من البيت سريعا. أنت تعرف أن سالفه اهم واحد منهم عندي هايبر سنسيتي وحكيت وقلت لكم ممكن توصف انت ميديكيشن سبيسيفيكلي بنسلين او جماعه البنسلين سواء اموكسيسلين او كل الدواء اللي قلنا عليها هو عنده الرجي ممكن يكون فيتال يقتل البيشنت. هسه اجي على شويه يعطيكم فهنت سريع الميكانيزم مال الرجي. اي فخت ولي دياريا الموجوده عندي يستر دياريا يقتل منه دكتور خلاص الموجود ما بين الكومرس ما بين البكتيريا وما بين بيسك تكون بالاكستيل سبيكترم. كل ما يزداد سبيكترم كل ما يزداد السوبر انفكشن كذلك بالكومبينيشن وحكينا عليه بالمحاضره السابقه. طلاب هذا الموضوع شوفوا اكو بروتين ناتشرالي موجود بالبودي ناتشرالي موجود هذا ما عنده اي قدره انه يسوي اميون اكشن او اميون اكتيفيشن بس شنو مشكلته؟ اذا ارتبط ويا البنسلين تحول صار انتيجينك تجعل منه الانتي بودي يرتبط بيه يروح يطبق بيها السياسة نوم باي انتي بودي بريزنتنج سيلز يسوي لي انفكتيف ممكن يوصل مرحلة ماكو فاكولار عاش مجرد طفح جدي او ممكن يوصل انفكتيف شوك وتكون فيها طب جدا ريسكي. هاي العلامة جدا ريسكي. اذا لازم تسأل البيشنت تقول له انت ماخذ ولا ماخذ بس هيل ولا اموكسيلين حتى لو كنت درس اذا ما ماخذ وما يعرف هو عنده لو ما عنده حساسية افضل انه تتفادي. وقلنا بالنسبه لحضراتكم البديل مال الاموكسيسين هو الازيثروميسين او الكليندامايسين. واضح يعني؟ جنتامايسين ازيثروميسين او الكليندامايسين. زين طبعا الفايتس مين يسوي بس الميثيسينين قلنا عليه الوحيد اللي ممكن يسوي لي انترسيشن شغله فايتس لان هذا ممكن يسوي رينال فيلر بعدين. النيوروتوكسيك ممكن بس يسوي سيجر شمرات مال الصرع بس حتى ليش؟ يمكن انا اعطيته هذا راح ما بذكر اياه هي اكو فد ريسبتر او فد نيوروز اسمه جاما امايبيوتريك اسيد جاما بيوتريك اسيد اللي هو انهبيتر نيوروترانسميتر تثبيطي هذا مو البنسلين يسد لي هذا الانهبيتري اذا سد لي اياه يبقى لك زي فتره يفحص يسوي سيجار واللي يريد تفاصيل ثانيه يجي بعدين اوضح لي اسمع عندي وقت. اوكي؟ نيوروتوكسيك هيماتولوجيكال توكسيك طلاب هذا بي سؤال مليار بالميه لان يعني هذا ربط بينه وبين الكوجلنت نقطه عصبه هيك غير احكي. شو يسوي؟ يقلل الكوجليشن سبيسيفيكلي الكاربسيلين والتكراسيلين اذا انطيتهم ذني ويا الكوجلنت مشكله. واي؟ مشكله حيصير انتراكشن يعني شو يسوي؟ يقلل الكوجليشن هذين هن اصلا قلل الكوجليشن وطلعت ويا الكوجلنت اي زاد انتكوجينز كيف يصير بليدين. واضح؟ انا اسوي هاي الكاتيون توكسيتي لانه كل دراج له في السولت يا اما مال جيو الصوديوم او البوتاسيوم فاعطيت الجوع كلش عاليه ممكن يصير عندي اوفر دوز ان صوديوم يعني هايبر نايتريمي او هايبر كاليميا. اوكي يعني؟ زين هذا طلاب هذا شوفوا هذا جاما بيوتريك اسيد واحد من عندهم يطلق بس يباعوا شوفوا النيجاتيف يمنع ريزنج مال جاما بيوتريك اسيد فبالتالي ماكو بعد انهبيشن بالبرين يبقى بس اكتيفيشن يصير اوفر كنترول ممكن يسوي لي سيجر. قصة المحاضرة بس ريزستنس بس الينياز اللي جماعة الميثيسين نافسينين المفروض ما تنخذ ويا ويا الفود لانه تتكسر بيها بالاسيد. الديستربيوشن كل البنسلين يعبر البلاسنتا ويوصل للفيتوس يعني بريت وومن بحيث اكو انا بشغله نسيت اقولها البنسلين هو يعني مصفى الكورنر ستون يعني شو كورنر ستون؟ يعني حجر الزاوية بعلاج الجاز جنجرين كوزماتيك كوستريجيوم بعلاج السيفلس. السيفلس هو سكشوال ترانسميت ديزيز اوكي طبعا كوز باي تبانوما بليديوم
هذا السيفلس ممكن ينتقل من الام البريجننت للفيتس. ركز وياي. فممكن احنا شو نسوي؟ نعالج الفيتس عن طريق المضره باي جيفن اوبن سلينج، يعني يعبر الماء للفيتس، بس في نفس الوقت هو سيء، هو نوت تيراتوجين، مو مشوه له. زين واحده اثنين، طبعا احنا قلنا هو يوصل للسي اس اف بس بيا حاله بس بال ليبيد سوليد بيا حاله يوصل سي اف سي اس اف يعبوها عافيه، حتى الانفلميشن حتى من الجاتس، فقط حتى من الجاتس ممكن يعبر السي اس، بس هو ما يوصل للبون very few amount and also cannot reach to the posterior. هي هم بيها في specific measure. Okay? Metabolism not significance. مش عادي بس مشكلته بس بال patient with renal function، لأنه هو ينفرز عن طريق renal. فالناس اللي عندهم renal failure ممكن يصير بيه accumulation. حتى لو صار accumulation هو basically هو safe. يعني مقارنة بالأذر medication. Execution ما تكون عن طريق glomerular filtration. والاكتف سيكريشن، ده كل اكتف سيكريشن بالبروكسيمال مزيج نويات درج ثاني منهم اكسلنت اوبن سايد، حتى يمنع شنو؟ يطول ما بين المدين طلاب طلاب وقف بس مع الحضور يعني ما شوفه حتى يقلل. شوفوا طلاب، اول ما اكتشفوه البنسلين اول ما اكتشفوه كانوا عالجوه بي تي في تدون ديوريشن مالته الناتشرال من نص ساعة إلى ساعة. سمعوا شوفوا صاير من نص ساعة إلى ساعة. ما كان عندنا شي تقنيات السنتيسيس اوف بنسلين اذا سووا انتظروا البيشنت ياخذ ميديكيشن يطلع وين؟ يطلع باليورين، يرجع ياخذ من اليورين يعطوا البيشنت مره ثانيه. لا الدكتور يقول له منكم واليكم. ليش ما يموت؟ لا حق له. ليش ما يطلب الجديد؟ مو ما عنده امكان يصنع. انت كلش غالي بالتصنيع، مو اللي هسه تطورت الامكانيات. فكان يستخلص من اليورين ويرجع مره ثانيه. ما في يورين هسه شلون بيه؟ يطلع يورين لو لا؟ لازم يطلع. يلا. اذا الناس اللي عندهم رينال فيلر ممكن يوصل ديوريشن 10 ساعات. يعني ما ينفرز. يجي هذا يفيدنا. ما ينفرز، هذا مشكله ثانيه. يفيدنا اوكي؟ زين، طبعا هن كل عن طريق الكدني، بس اكو واحد عندهم النفس السلين هذا يسوي ريزستنس للبيتا لاكتميز، هذا لا، هذا ينفرز عن طريق الفيلر. فذاك الناس اللي عندهم رينال فيلر انا افضل النفس السلين. مو فوز عن طريق الليبر، مو عن طريق الليبادي. تعال بس افكت. تعال. زين. يلا شباب خلاص بس افكت. الدراج اللي هي كان بي ادمستر اورالي، من هو عندنا؟ عندنا الفي وعندنا الاموكسينين. انبنسلين هذه الوحيدات ممكن ناخذها شنو؟ بس اكو مجموعه ثانيه اللي هو التيكراسين والكابنسين والبيباسين، ها جماعه السيدومونس. تابزيشن شو قاعد تحرك الشاشه؟ شنو خضيه؟ ما بدي اقول زين كلها داخل هذا شو ناخذ؟ والانبنسلين والسولبكتام والاوسو التيكراسين والكابيونيك اسيد، هذا ناخذ اي في او اي اف. زين يا شباب هاي مجرد هيك مجرد حفظ ليها انه هذا ينخذ اورالي هذا ينخذ اي في هاي فكره. هذا الشارت ممكن حيسهل لكم عمليه كلها سهله. يا الله شلون؟ شوفوا البنسلين في وبعد والامبنسلين والاموكسلين اللي ما عليه سوال بقى كيف طلاب؟ كان بيتكن اورالي اساس ديمو اوكي؟ زين هذا البقيه اللي هي الديكلوساسين مثل سي نفس سي وتسيلين والاموكسين والكالفيونيك والامبسين والسولباكتام حتى هاي جوا اللي هي التكراسين والكالفيونيك هذول ستيبل فور بنسلينيز انزايم. ممكن هذا الشارت وحده انا بالنسبه لي كافي بس عرفوا لي اما ريزيستنس من يكون ستيبل بنسلينيز ومن اللي كان بيتيك ان اورال اوكي؟ هذا جدا مهم جدا مهم. زين هذا الثاني شوف هذا ما راح يوضح هاي الشارتي ممكن تستعرضون بها هاي الوسط كلها وتعرفون المعلومات مباشرة. وود ادمنستريشن هم هنا بنسلين في اموكسين نفس طبعا تقييم نفس ذاك هذا من هو من ينطي اي ام والاي في هاي انواع البك انتي بايوتيك جاست اي ام اي في هذاك لا جاست اورال اوكي. هسه نجي على الابزوربشن مالته والديستربيوشن والمعامل. زين قبل شوي ايش قلنا؟ قلنا بنسلين جي بالفعل انتظر شوف
بيزن يجي سميناه بنزايل بس يجي سميناه بنزايل بنسنين قلت لكم ليش تخبطون بينه وبين بنزال فين اول هذا وورد الثاني لبوكاين بنسنين سامعين اوبر ام المليون سامعين اوبر يسموها الشهريه مليون 100 مليون 200 هاي البوكاين وبنزالين هاي اوبر هذا لونج تيرم شنو هذا ديبوت فورم هاي تنحط الاي ام ويبقى بنفس السايت وسلولي ريليز ممكن يوصل الايفكت مالته وجوش مالته حد مانث والمنف. اوكي؟ لان احتاج دائما انا ما كسا انطيه انجكشن للبيشن. انطيه شهر واحد وانتهى الموضوع يبقى شنو؟ سلولي ريليز فبالتالي يبقى الكونستريشن مال انتبايتك بالبلازما فترة طويلة. زين هذا الديبوت فورم. الابزوربشن. بشكل عام الانتبايتك انكمبليت ابزوربشن. انكمبليت ابزوربشن بس هذا مشكلة حيسوي لي. لان هو اذا صار بي انكمبليت ابزوربشن حيبقى جزء منه وين يروح؟ اليمين. لا لا على من يروح؟ على يا بكتيريا. موش لوين؟ مالك شواضي الكوين صار ممكن هاي يبتلها ويسوي المشكلة سوبر انفكشن اوكي؟ الوحيد اللي بي complete absorption هو الأموكسين صاحبكم واضحين؟ زين طبعاً not useful for treatment of شقلة سالمونيلا سالمونيلا or use enteritis ليش ليه ما يوصل تركيز عالي لذلك not effective for enteritis that caused by شغله أو سالمونيلا. أوكي يعني؟ زين. يعني؟ لا مو أكو واحد أكثر مو effective من هذا يقدر يوصل للبكتيريا ويدخل بسهولة. زين. طبعا هذا البنسلين ريزيستنس بنسلين اللي يا جماعة مثل سنين نفس سنين مفهوم مثل نخذ ويا الفود لأنه تتكسر بيان بالأسنان. الديستريبيوشن كل البنسلين يعبون البلاسينتا ويوصل للفيتوس يعني بريجنت وومن بحيث اكو انا بشغل نسيت اقولها البنسلين هو يعني مصفى الكورنر ستون يعني شو كورنر ستون؟ يعني حجر الزاوية بعلاج الغاز جنجرين كوزماتيك كوستريجون بعلاج السيفلس السيفلس هو سكشوال ترانسميت ديزيز يمنى يصير دي فاليكولز هيجي منها يمنى يصير هيجي ما شاء الله موزع طبعا الصغر الكبار والله يكون قبالك بس وراك ايش هو قبالك انت قاعد وحمره ايش تينات الا هم حاطين بي زين شوفوا شباب هسه خلينا نجي على الريزيستنس انا شوي على الريزيستنس ممكن هذا الريزيستنس يكون ناتشرال مثل ما قلنا على جينيتيكلي ان هذا هو يعني هسه حكينا هواي احنا قلنا المايكروبيزم ما بيصير الوول عاد ما يقدر التارجت مو موجود خلصنا منه ممكن يكون اكوايرد جسم ميوتيشن طفواتية ممكن سبوتين وصل ممكن لا والله تسبب لي جينيتك ماتيريال هو البلازميد فروم انذر اورجانيزم كارينج ذا ريزيستنس كود زين شنو هذا ريزيستنس يعني شنو مثل ايش مثل ايش ريزيستنس واحدة ما عندها واحد شيء نبيه اللي هو بيتا اكتيميزن يعني انتقل لي البلازميد بي جين يطيبك من يدخل هاي البكتيريا الثانيه اللي كسبته يعطيها القابليه انه تصنع هذا الانزيم اللي هو بيتا لاكتيميز بالتالي يحلل لي الانتي بكتيريال اللي هي سنسيتيف للبيتا لاكتيميز يعني بعضها قاومها صح؟ اوكي زين سم اوف بيتا لاكتيميز ار بور سبستريت فور ذا بيتا لاكتيميز اند ريزيست انهبيشن مثل ايش؟ من هو القاوم بيتا لاكتيميز؟ افمنتين اكسلنت بس هذا خبطنا وياه الكوليجانيك بس اكو واحد لا واحده سلفاكتر موسي لا موسي تاثر خبطنا وياه الكوليجانيك اسيد هسه ايش قبل شوي استفيد الكوكاس فين عليها قلنا عليها تفرز البنسلينيز انزيم الميثيسينين والنافسينين والاوكتاسينين والديكلوتاسينين انت مو ما تلحق المشكله انه اسماء راح تصير كل شويه ايوه بدل لا تحفظها بدل لا تحفظها حتى مش تقامة لحد تقاهن زين زين هاي واحد بنسينيز انزيم اللي جرام بوزيتيف تفرز لي بنسينيز انزيم outside the cell بكتيريا السيل بس اللي جرام نيجاتيف هذا بوزيتيف بنسينيز فرز الخارج بس الجرام نيجاتيف لا وين موجود
pre-plasmic space. وين موجود pre-plasmic space؟ موجود بين السام امبيريوم سيل وول. موجود هنا. pre-plasmic. تعال يبقى. بالمناسبة شباب اكو سمو بكتيريا توكسين مالتها بالمناسبة قام نيجاتيف اذا طبعا التوكسين مالتها يكون جوا داخل. وبالتالي افتر هيدروليسيس يطلع لي توكسين بس ليش لا؟ تفرز وين؟ قبل في الاوسط. اخوي تقرا؟ هاي بكتيريا المفروض يلا ما ذب شيء ما ذب كل شيء على البكتيرولوجي دقيقه حكينا على بيتا اكتيميز هذا الجين اللي انتقل من بكتيريا لبكتيريا ثانيه حامل وياه شنو الريزيستنس اول واحد ممتاز الثاني ديكريس بيرمابيليتي يعني ما يخلي الانتباه تدخلها بسهوله زين بس اكو واحده اخطر منها بعد اسمها افلوكس افلوكس ميكانيزم يعني هو يدخل الانتباه بس رجوع العكس ترانسبورتنج سيستم يسوي وضع حرج يرجع هاي جدا شائعه بالكانسر ايوه بيك لاكوبوتين بس بكتيريا اكو انذر ترانسبورتنج ميكانيزم يسحب الانتي بايوتيك او الانتي بايوتيك مايكروبيال وطلع اوتسايد ذا سيل ذا بكتيريا سيل اوكي يسموه لا مو يسموه افلوكس افلوكس نوت اكزوسايتوز ذي اكتب على شكل فيزيكلز وتنطرح كلها هذا لا اكو فد شانل يسحبه ويطلع اوتسايد ذا بكتيريا سيل اوكي زين هذا ميكانيزم فور ريزيستنس هو التريشن اوف بنسلين بايندينج بروتين ايش يعني بدايه يجي مسوع على المورفولوجي مسوع على منه على ترانسبورتيز انزايم اذا غيرت اني بس هي ما راح ترد بي واذا ما ترد بي ما راح يسوي انهبيشن واذا ما سوى انهبيشن بعد ما كان قد بكتيريا واضح وهم واحد هو الميثيسين ريزيستنس ستاب اوريس بكتيريا اللي قال يعني هاي هايلي فيريونت اوكي يعني زين مين ريزيستنس هو صح ازداد سبكترام وصح استيبل بس هذا ينقتل يسوي ديستركشن بالبيتا اكتيميز انزايم شلون هذا الموضوع؟ شلون؟ سويت فد موليكول ثاني ربطته وياه كلافيولانيك اسيد اند سولباكتام كلافيولانيك اسيد مزجناه ويا الاموكسيلين طلع لنا الاوغمنتين شباب الاوغمنتين سامعين بيه؟ هو هذا اموكسيلين ويا كلافيولانيك اسيد اند اوسو بنسين وذا سولباكتام راح يمنع destruction of microorganism of pensinine by the pensinase enzyme. إذا هذا بالضبط كأنه shield درع واقعي من الأموكسيلين to the pensinine. Okay. شلون؟ ما يتعرف عليه بيتا أكتيميز. لا مو متعرف. الفكرة غير موضوع. زين. هسه أكو عندنا الأنتي سيدومونال. سيدومونس specifically سيدومونس. من هذا الني؟ كارمنسيلين. تكاسيلين ببراسيلين اوكي هاي سبيسيفيك على جرام نيجاتيف اي ان نيجاتيف كوبا بنسلين على جرام نيجاتيف كابسين تكاسيلين اي ببراسيلين سبيسيفيكلي سيدوموناس ارجين خلاص هذا مميز للسيدوموناس ارجين هذا سبيسيفيكلي اوكي هذا هو اجينست جرام نيجاتيف بكتيريا بس نوت افكتيف اجينست كليبسيلين زين اوسو ذيس تايب اوف بيف انتي بايوتيك can be resist the action of beta actinase enzyme. هذا يقدر يقاومه. بدون ما اضيف له كالفيونيك او ما اضيف له سولباكتام. اوكي؟ زين بعدين يا مجموعه هذا المخطط ممكن انه هاي المعمعه اللي جايه قبل شوي تستعد كله هنا. ناتشرال بنسلين جي ودي. اي من اشتغل؟ شوف بنسلينيز ريستس بنسلين. اوكي؟ التفوزيت بنسلينيز. ميثيسين نافسين كوكساسين ديكلوساسين. زين اكستند سبيكترم وسعناه من هو امبنسلين والاموكسيلين واضح؟ هذا احكي لكم 20 ماخذيه سجلوا بشغلات ثانيه يمكن زين انت سيدوموناس تكرا بيبرا كابوسين ان زين بعد منه بنسلين بيتا اكتيميز انهبيتر بيتا اكتيميز انهبيتر اللي قلت عليه هو الكالفيونيك ان سولباكتام زدته ويا الاموكسيلين ان ويز ذا امبنسلين تو بريفنت ذا اكشن اوف اكسلنت بيتا اكتيميز انزايم زين هسه ممكن احنا قلنا نسوي كومبينيشن بالمحاضره السابقه شنو على الكومبينيشن؟ قلنا كاكزامبل اخذنا البنسلين ويا من؟ ويا الامونيا جلايكوسايد اللي هو جنتامايسين صح؟ ليش؟ شو يسوي البنسلين دي جنتا؟ قوي شلون؟ هذه يتكسر هذا ناخذ نور لا البنسلين ويا جنتامايسين شو يسوي؟ شو سوى الحمد لله؟ واحد زائد مكان. احسنت. سوبر فريشن بالسيارة وبالتالي
ايزي اكسس بسهوله يدخل من هو جيتا ماسين وين يشتغل بس جيتا ماسين يشتغل جوا على الريبوزومز داخل السيل فبالتالي هذا يمهد له الطريق يكون الفعل سنوز ريا شغل بس هذا بي مشكله بالذات هذا الكومبينيشن بين سنين جيتا ماسين ليش اكثر حاله يسموها فارماسيوتيكال انتراكشن تداخل اقمات كيميائي إذا خليت التو دراج بنفس الانفيوجن أو بنفس السرنجين راح يسميها تدخل كيميائي نفقد الاكتيفيتي مالت الهينات لازم أنت كل واحد وحده على أوكي؟ طبعاً هاي محاضرة مصيبة يعني مليانة ألغام مما تفتح كوزز لا هاي لا لا رحمان راح أشوف لا هاي مصيبة يعني ما أعرف الله يكون بالعون زين يعني ما أحير زين نو سيدي باب بس نجي اللي اشهر اثنين عندي موجات اللي هي الناتشرال بس نجي او نو باي بنزايل بنسلين مو بنزاثين بنزايل ركز ميز بينات بنزايل بنسلين ذاك بنزاثين ذاك واحد بس نجي عليه بنزايل بنسلين اد اوسو بس يسموه بس نجي اد اوسو يو هاف بنسلين في البس نجي هذا هو الناتشرال قلنا عليه هذا خلنا نقول مين من الموت مثلا يبي اي مانيبيوليشن وقلنا على من يشتغل بوزيتيف نيجاتيف كوكاي والبوزيتيف باسل لا ويسبايروتش بس هالشيء مش قلته طيب شفته اول ما يلي اخذوا غلط السكشن بعد اسد بعد سبيكترم لا 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 سبيكترم مالته زين بوزيتيف نيجاتيف هذا يعبري هذا اكستين بالعكس رايح حلل اكسلنت باي بيت لاكتيز انزايم هذا مشكلة هذا يسوي ديستراكشن فبالتالي يقل الاكتيفيتي مالك اذا لا شلون اتفادى هسه اقدر اتفادى شويه شويه تجي عليه وحده وحده البيس اللي في هذا هم ناتشرال بس هذه ميزه حلوه هذا كان بي تيكن اورالي نفس سبكتام مال الجي بس ينخذ اورالي اسيد ستيرز بس بي ديز ادفانتج كان نوت تو بي تيكن ان كيس اوف بكتيريميا شنو يعني بكتيريميا؟ بالضبط بيكوز اوف هاي شوف وينها؟ High amount of bacterial concentration. دكم على صار قلنا أكفيش من هو bacterial concentration، من هو البكتيريا concentration. هذا التركيز أقل تركيز يقتل البكتيريا كلش عالي مقارنة بالبقية. فهو ده سيف مقارنة بيه من بقية الناس أو بنسين بنسين دون. أوكي يعني زين. بعدش عندي أنتي استفيلة كوكس بنسين. طبعاً مناسبة. هو بنسين ال natural البي جي والفي هو يشتغل على ستافيلوكوكس يقتل من تيم له بس اكو نوع من انواع بس ستافيلوكوكس تفرز لي هذا الانزيم اللي هو البيتا لاكتاميز تمنع دخول او ما خلاص كسرت لي البيتا لاكتاميز رين وانتهى الموضوع هذا صافو مو بيشنت هيجي هسوي هاي لا انا سويت مانيبيوليشن بالسايد تشين غيرت طلعت ميديسين نفسين اوكسين اديت له اساسين هذا شنو انتي ستافيلوكوكس للبكتيريا تنتج انزيم اكسلنت اذا هو ريزيست فور ذا بنسلينيز انزيم اوكي طبعا مثل سي نوت يوز كلينيكال بيكوز ات كوز انترستيشن نيفرايتس يعني يسوي دامج للانترستيشن موجود ما بين النفرونز بالكدني نهايه يسوي رينال فيلر اوكي هالي دراجز او هاي البكتيريا اللي تستجيب لهاي دراجز مثل سنابسين اوكسسين تصير اسمها مثل سيلين سنسيتيف ستافيلوكوكس مثل سيلين سنسيتيف اكو نوع من البكتيريا الثاني وايد نحكي بها هسه نعيدها هواي بس ما قاعد تفهمون شنو هو اللي هو قلنا الميرسل هذا مثل سيلين ريزيستنس ستاف اورس هذا شنو هذا تخيل انه البكتيريا اللي بتنتج لنا البيتا لاكتاميز راح تقتل لي تضرب لي منه الجي والفي ما عنده استخدام احول عليه من على ذني حتى ذني تقاومهن تخيل فشوف ايش قد فيرولنت هاي ايش قد خبيثه او ايش قد ضاريه هاي البكتيريا طيب لو بكتيريا لاكتمايز لو من الريسبتر غير الريسبتر لا مو شرط الريسبتر لا موضوع ريشن هي تقاوم طرق مختلفه فبالتالي هاي تكون هاي فيرولنت اكثر شيء موجود بالمستشفيات هذا العلاج لازم يكون اجريسيف ويستخدم غير نوع من الاتومايزنج ويستخدم كومبينيشن حتى نخلص من الموضوع. اذا وضحت شنو هي الميرسي؟ ميديسين ريزيستنس ستاف اريس؟ اوكي؟ الميديسين قلنا ما يستخدم كلينيكالي انه بيكوز اوف كوز انترستيشن نيفرايتس. زين.
هسه سوينا هسه احنا عرفنا البسين جي واخذنا الفي واخذنا الجماعه اللي هم فور بكتيريا ذات برودوس بسينيس اوكي. هسه حنرجع على الناتشرال. الناتشرال بي والجي والفي تلعبنا بالسايد تشين قلنا غيرنا السبكترم مو صحيح؟ زين وجينا ما تلاعب ستراكشر السايد تشين احول بسي ناتشرال ممكن احوله للاموكسيسيلين هيك اموكسيسيلين اند امبسيلين. اذا عرفنا ان الامبسي والاموكسين هو عباره عن سيمي سنتيك هو مو ناتشرال اوكي؟ زين ليش حولته؟ ليش سويت هالسايد تشين وطلع للدني الاموكسين والبسي؟ شنو في هدفها؟ الفكره السبكترم ازداد صار مو افكتيف صار اسيد ستيبل اوكي؟ هاي شغلتين جدا مهمه اوكي؟ ابغى لي على جرام نيجاتيف اوف ترانسفيجيز اوكي؟ زين اكو نقطه ثانيه هي ممكن تكون النقطه الرئيسيه انهيبيشن اوف ترانسفيجيز بغض النظر عن شغله المورفولوجي. الترانسبيتيز هاي النقطة الأولى الأساسية فور كلنت أو بكتيريا. والشغل الثاني هو الأوتولايسين. الأوتولايسين هذا إنزيم موجود البكتيريا تستخدمه فور ريمودلينج أوف ذا سيل وول. يستخدمه حتى تحور سيل وول مالتها. مجرد ما يصير عندي إنهبيشن للسيل ممبرين سينثيسيس هسا مو ضابط الترانسبيتيز إنزيم صح؟ صار إنهبيشن إلمنت بعد ماكو سينثيسيس بدأ يتكون البوس شنو راح يصير عندي؟ تحفز في شيء اسمه أوتولايسين بالبكتيريا نفسها هي تحلل نفسها. إذن هاي تو امبورتنت فاكتور انهبيشن اوف ترانسبيبتيز والاوتولايسين هو هذا البكتيريسايدر الكلينك اوف انتي بكتيريا البسيلين للبكتيريا ريليتد تو ذا انهبيشن اوف ترانسبيبتيز اوتولايسين اوكي سوري ترى ما شفت اوكي شباب زين اصلا نجي على انتي بكتيريا سبكتر سبكتر يعني شنو طيف واسع ما عاد يسموه بالعربي الطيف يعني على قد بكتيريا حيشتغل زين هذا basically related to the هذا side chain لعبنا بيه سوينا modification هذا هو يسمى manipulation نتلاعب هذا التحوير بالستركشر مالته شو راح يغير لي؟ حيتحكم بالسايز والشارج والهيدروفوبسي وكل هاي لها دور في انه حتشتغل على بكتيريا اكثر لو اقل. قبل شوي حكينا حكايه قلنا بالبوزيتيف ممكن يدخل بنسلين بس بنكت ما راح يقدر لانه اكو كروسنج وهي عبارة عن طبقة للبداية كنوتم تنتقل إذا البنسين كمان ووتر سيبو لو ووتر سيبو بس هو وينك أسد دراب أسد إذا أسد الأسد مستقبل يا هو الأسد الثاني فوسفيت هذا الفيزيكال الفوسفيت ممكن تستقل شوية أسد موجود الخلية جزء الخلية اي يعني انت بايتك ما يدخل البادي وين هو؟ ريسبتورات معين اي بعدين وين يوصل؟ انا وين اقدر اوصل؟ للتارجت غير اي عارف بس وين شلون يوصل التارجت؟ عن طريق كيو عن طريق سيركوليشن بلازما ايش قد بي اتش مالته؟ سبعه سلايتلي الكالاين وهذا اسيدك صار ووتر سيبل لو ليبي سيبل اسيدك بالكالاين ووتر سوليبل بتاع ما راح يقدر يعبر للمن اللايت بوينت سكاي قلنا وضحت زين هي هاي بدي احكي عليها جرام بوزيتيف بكتيريا كان بيمتريت ايزي اكسس لجرام بوزيتيف بس جرام نيجاتيف كان نوب بنتريت يعني هو ظل صافون هسه ما دخل ما يقدر يوصل وين للبكتيريا كان مال جرام نيجاتيف فهي خلاص لا ما هو يشتغل على نيجاتيف شلون بده يشتغل؟ اكو شيء اسمه بورينز سامعين بيه؟ موجود بالنقد موجوده هاي دخل الووتر هو مين حيدخل؟ حيدخل عن طريق هاي الفتحه هنا منو السايز يلعب دور؟ من السايز اتحكم بيقدر ادخله واوصله عن طريق هاي البوكس فاذا بيسكلي بس يشتغل على جرام بوزيتيف كوكاي نيجاتيف كوكاي بوزيتيف باسيلاي هاي سبيروجيت بس النيجاتيف باسيلاي لا هذا احكي على بنسين العادي اللي هو من هو الاوريجينال الناتشرال بنسين زين هسه نجي على الناتشرال بنسين قلنا احنا يشتغل جميع المينرال بنسين بكايزوجينيوم مو صحيح؟ هذا البنسين الاصلي هذا ايش بيه هذا البنسين الاصلي؟ طبعا هذا اسيد انستيبل هذا اللي ناخذ عن طريق اورجنكس وفي ديستركشن من تيم اندف افكتيف اجيست مثل ما قلت كان بوزيتيف
كوكاي نيجاتيف كوكاي اوت 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 بليز اوكي بعد منه بوزيتيف باسل لاي بس نوت نيجاتيف باسل لاي اند اوسو سبايرو جيت الموديفيكيشن او المانيبيوليشن باي ذا سايد تشين وطلع لي غير نوع من انواع البسين هذا شيء يسموه البسين حيطلع يسموه مو يسموه نيتشر يسموه سيمي سينثيتيك او سيمي سينثيتيك جزئيه مصنع يعني جبت الناتشرال وتلاعبت بالسايد تشين فش طلع لي طلع فشي مو مصنع ولا ناتشرال سيمي سينثيتيك شبه مصنع اوكي زين هذا سيمي سينثيتيك بيكوز اوف ذا modification of the مو موجود شوفوا شباب هل بتعرفوا اذا كان بوليمرز اذا نستعمل ميوراميك اوكي شوفها الاولى زائد الثانيه ايش راح يصير شوفوا هاي اثنين الحمر ريكشن سايت هذا دي الالين ايش راح يسوي اكفد انزيم اسمه ترانسبكتيز ايش راح يسوي هذا يقطع ويلحم ايش لحم لي لحم لي هذا الريكشن هاي شوفوا الاثنين الحمر اللحمه صارت ترانسبكتيز كوز كوز لينكج اجالي سوى البنسلين حط المن احتبطت ثبطت هاي الترانسبكتيز انزيم احتبطت ايش راح يصير عمليه الكوست لينكج ما راح مثل صح بدي ايش راح يصير بال سيبوفريشن او بوز واضح هذا بشكل مبسط جدا الميكانيزم اوف اكشن اوف اوبسي بس احنا شنو عندنا هذا اسم مبدا بس ليش الصوره ديك الدايجرام شوي اوضح طبعا هو بايندينج وذ سبيسيفيك بروتين نو باي بس بايندينج بروتين شنو فانكشن مالتها بيسكلي از اسينشال فور ذا what بتين انزيم انفولفد سينثيسيس اوف ذا سيل وول اند مينتيننس اوف ذا مورفولوجيكال فيتشرز اوف ذا بكتيريوم هذا بيسكلي بايندينج بروتين هو اكثر من نوع واحد معدن اسينشال فور ذا مورفولوجيكال فيتشرز اوف ذا بكتيريوم يعني شنو طيب ينطي الشكل مالته يحافظ عليه الريجيديتي الصلابه مالته هسه ايه البكتيريا خلينا شوي خلينا نحكي على الماميليا الخلايا مالتنا احنا الخلايا مالتنا متكونه من فوسفوليبيد مو صحيح بس هي ريجيد كوليسترول سوري فلكسبل شنو اللي يخليها ريجيد صلبه البروتين الموجود وين بالسيل ممبرين واضح اذا هذا البروتين هذا سيرف از انكور بمعنى اخر هسه احنا عندنا اذا فتح حائط وجينا سميت قالب سقف لا خلينا نقول سقف مو عندنا قالب سقف صح اقدر اني اخليه بس سميت بدون حديد ممكن يوقع فبالتالي هنا بروتين مثل الحديد الموجود يعطي قوه سلام فاذا سويت استراكشن هذا البروتين راح يصير ديفورم مثل الشيب مالته واحد اثنين سم اوف ذيس بروتين طبعا هذا البروتين سبيسيفيكلي هو فور ذا مورفولوجيكال فيتشرز هذا يكون تارجت فور ريزيستنس احنا قلنا سبيسين يهاجم هذا البروتين اوكي وهذا البروتين له دور بالمورفولوجي واضح زين بعض البكتيريا شو تسوي تغير ستراكشر مال هذا البروتين واذا غير ستراكشر مال البسين ما يقدر يرتبط به مو صحيح اذا حصير ريزيستنس صح لو لا اهم واحد هو الميثيسين ريزيستنس ستافيلوكوكس اوريس يسموه الميرسي هاي نوع من البكتيريا شو تسوي شلون تقاوم البنسلين تغير لي هذا البروتين تغير لي شكله زين اكو بروتين ثاني هو هم مهم جدا بس هو بالاحرى مو بروتين هو انزيم احنا شو نسميه بس سينبايتيك بروتين بس هو بالحقيقه انزيم من هو الترانسبكتيز كاتاليست اذا بمعنى خلي شويه نرسمها حتى توضح الصوره هسه احنا ايش عندنا بالبكتيريا سيل اكو عندنا سيل ممبرين مو صحيح وش بيه سيل ممبرين هاي شنو هاي فوسفوليبيد اكسلنت زين وش عندي فوق؟ عندي شنو هنا؟ مادة البلاكان اللي بيعني شنو؟ بيعني ترانسبرج مو صحيح؟ هنا موجود هذا البروتين زين هذا الريجيديتي او البين فيتشرز اما سيل وول كل هالبكتيريا كلها فاجي سوي استراكشن اوت بيس انتر فوت 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 يلا زين اذا سويت لاني بايندنج بس سويت استراكشن الثاني على المورفولوجي مالتي واحد اثنين اكو نوع ثاني هنا أنا موجود هم بنسي بايند بروتين هو بالاحرى هو انزيم اللي هو الترانسبكتيديز اللي هو شو يسوي لي مثل ما حكينا قبل شويه يسوي لي كروس لينكج فاذا جيت وثبطت اني نقول كروس لينكج ما راح تتكون يصير هم بوز واضح فيصير عندي بوز واضح شباب اذا هذا هو البنسي بايند بروتين
هو عبارة عن تارجت متكون من أكثر بروتين.